يا كيشة، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده هناخد مع بعض حاجه حلوه قوي، قصه جميله وكلنا هنحبها، قصه اللام الشمسيه. ايه هي اللام الشمسيه؟ هنتعرف عليها النهارده مع بعض. بس مين الاول الشطور اللي هيقول لي ده حرف ايه؟ ده حرف الالف. طيب جنبه ده بقى حرف ايه؟ حرف، برافو، حرف اللام. حرف الالف واللام لما بيجوا مع بعض في اول الكلمه بيبقى اسمهم ألف، زي ما أقول الحصان، القلم، البقرة، الشباك، دول مع بعض اسمهم ألف. الألف واللام اللي في أول الكلمة كان عندهم اثنين أصحاب، بنوتة اسمها شمس وكانت رقيقة جدا ما بتعملش شيء، وكان عندها ولد كانوا إخوات، بس الولد ده اسمه قمر وكان قوي جدا وصوته عالي وقوي وبنسمعه كلنا. حصل إيه ما بينهم؟ مش عارفين يعملوا ايه. جه باباهم قال لهم خلاص كل واحد فيكم هيبقى ليه حروف بتاعته. البنوته هتاخد حروف والولد القمر هياخد حروف ونبقى قسمنا ما بينهم الحروف وما بينهمش قوانين. طيب البنوته قالت ايه؟ يا بابا يا بابا انا هاخد كل الاخوات. يعني ايه هتاخد كل الاخوات؟ يعني مش فاهمه. هتاخد كل حروف الاخوات. فقالت انا هاخد التاء واختها الثاء، وهناخد الدال واختها الباء، وهناخد الراء واختها الزاي، وهناخد السين من اختها الشين، وهناخد الصاد والضاد، وهناخد الطاء والباء، وهتاخد اتنين اصحاب اللام والنون. ها يبقى مين اصحاب اللام الشمسيه؟ ست اخوات واتنين اصحاب. ست اخوات واتنين اصحاب، التاء والثاء، الدال والذال، الراء والذال، السين والشين، الصاد والضاء، الطاء والضاء، واللام والنون. دول اصحاب اللام ايه؟ اصحاب اللام الشمسيه. هي اتفقت كده مع بابا وقالت ان هي هتاخد كل الاخوات بتاعت الحروف وهتاخد كمان اللام والنون. وباقي الحروف مين هياخدها؟ الولد القمر الكبير. طب برضه ما فهمناش يعني ايه؟ يعني الحروف دي كلها لما تمسك في ايد الالف واللام هيبقى اسمها لام شمسيه. هيبقى اسمها لام ايه؟ هيبقى اسمها لام شمسيه. بس هي بنوته ما بنسمعش صوتها، مش قوية خالص زي الولد. طب عملت ايه؟ خلتني ما اسمعش صوت اللام عشان هي ما بتعملش شيء قوي خالص. ازاي؟ زي ما اقول مثلا الستارة، الستارة. سمعني صوت اللام؟ سمعنا صوت اللام. ليه ما سمعنا صوت اللام؟ عشان هي لام شمسية بكتبها لكن مش بنطقها. اللام الشمسية بتغني اغنية جميلة جدا 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 بتقول ايه؟ أنا اللام الشمسية، أنتوا بتكتبوني بس أوعوا تنطقوني، وإخواتي جننوني، عارفين إخواتي مين؟ يلا مع بعض، التاء والثاء، الدال والذال، الراء والذال، السين والشين، الصاد والضاء، الطاء والظاء، واللام والنون. تعالوا نجرب مع بعض دلوقتي ونشوف أصحاب اللام الشمسية. مين شطور يختار أي كلمة بتبدأ بأي حرف من الحروف دي؟ مين هيساعدني؟ نختار حرف إيه يا ترى؟ نختار حرف التاء. تعالوا نختار حرف التاء. نبدأ بكلمة تفاح. تعالوا كده نخلي كلمة تفاح تمسك في الألف واللام في أول الكلمة. تبقى كلمة تو فاح. كلمة سمعنا صوت اللام؟ ما سمعناش صوت اللام. ليه؟ عشان هي لام شمسية البنوتة الرقيقة مش بتعمل شقاوة ومش بسمع صوتها. طيب مين تاني شطور يختار أي حرف من أصحاب اللام الشمسية؟ نختار إيه؟ حرف إيه؟ يلا نختار حرف الصاد. نختار حرف الصاد.
الاسنان. نختار كلمة ايه تبدأ بحرف الصاد؟ صقر. نكتب كلمة صقر. صقر هتبقى كلمة الصقر. الصقر سمعنا صوت اللام؟ ما سمعناش صوت اللام. ليه؟ عشان هي لام شمسية. طب احنا بنعرف منين هي لام شمسية ولا لام قمرية؟ هبص على الحرف اللي بعد الألف واللام على طول. الحرف اللي ماسك في ايد اللام الألف واللام هو ده اللي هعرف كان لام قمرية أو لام شمسية. لو حرف من أصحاب اللام الشمسية تاء أو صاد أو أي حرف من أصحاب اللام الشمسية يبقى مش هنطق اللام عشان هي هتبقى من أصحاب البنوتة اللي مش بتطلع صوت خالص. مين هيلعب معايا لعبة أصحاب اللام الشمسية والقمرية؟ لعبة جميلة جدا جدا. هنشوف من الصور اللي معانا دي مين أصحاب بنوتة الشمس ومين أصحاب ولد القمر اللي صوته قوي. نشوف الصورة الأولانية دي صورة توت. نحط لها ألف ولام في أول الكلمة هتبقى أ توت. أ توت. سمعت صوت اللام؟ سمعناهوش عشان التاء من أصحاب الشمس ما خلتنيش أسمع صوت اللام هتبقى لام شمسية. مين هيساعدني بقى في الصورة اللي بعدها؟ مين شطور؟ مين شطور؟ نختار صورة إيه؟ ها صورة إيه دي؟ علم. هحط لها ألف ولام تبقى العلم. سمعنا صوت اللام قوية تبقى لام قمرية عند الولد القوي. طيب بعد كده الذبابة. الذبابة سمعنا صوت اللام ما سمعناهوش عشان حرف الباء من أصحاب الشمس. البومة. البومة ينفع ما اسمعش صوت اللام واقول ابومة؟ في حاجة اسمها ابومة؟ ما ينفعش، لازم اقول البومة، لازم اسمع اللام تبقى لام قمرية. صورة رمل هتبقى الرمل، ما سمعناش صوت اللام تبقى لام شمسية. المفتاح. المفتاح ينفع اشيل اللام واقول المفتاح؟ ما ينفعش، تبقى لام هي عند الولد القوي. لعبة جميلة وسهلة وحلوة، يلا بينا نحل مع بعض البوكليت. تعرفنا مع بعض على أصحاب اللام الشمسية، يلا بينا مع بعض أصحاب اللام الشمسية. التاء والتاء، الدال والباء، الراء والذال، السين والشين، الصاد والضاد، الطاء والباء، واللام والنون. دول أصحاب اللام الشمسية اللي بيخلي صوت اللام ما تسمعوش خالص خالص خالص. زي كلمة الشمس سمعت صوت حرف اللام. الطيور سمعت صوت حرف اللام لكن بكتبها. البحر. الثوب. ها بص على الحرف اللي بعد الالف واللام حروف اصحاب اللام الشمسيه عشان كده مش بسمع صوت حرف اللام. مين هيحل معايا؟ الشطور اللي هيبص على الحرف اللي بعد الالف واللام. كلمه الدواء. الدواء الدال من اصحاب الشمس اللي بتخليني ما اسمعش صوت اللام تبقى لام شمسية. يلا نكمل على الكلمة اللي بعدها. كلمة الضفدع. الضفدع سمعنا صوت اللام؟ سمعناه صوت اللام تبقى لام شمسية. السيارة. السيارة سمعنا صوت حرف اللام؟ ما سمعناش صوت حرف اللام علشان حرف السين من اصحاب البنوتة الشمس اللي بتخليني ما اسمعش صوت حرف اللام تبقى لام شمسية. عايزين نذاكر مع بعض أصحاب اللام الشمسية كويس جدا ونحل عليها كتير كتير كتير. أشوفكم المرة الجاية. باي باي.